هاي البخور هو عطور فاخرة بتنخلط مع بعضها بتنحط بالجمر فبتحترق وبتنشر ريحة حلوة بالجو. مصدر البخور هو شجر البخور بالمناطق الاستوائية الرطبة الممطرة مثل بلدان شرق آسيا، فيتنام، اندونيسيا، الهند، كمبوديا وتايلاند. كلمة إنسنس مشتقة من الكلمة اللاتينية إنسنديري يلي بتعني حرق. أول الحضارات يلي استعملت البخور كانت متواجدة بالصين، وكان استعمال البخور مرتبط بالاحتفالات. الهندوس أخذوا هالعادة من الصينيين وطوروها مع زيادة عدد من النباتات على البخور. بينحرق البخور عادة بالمبخرة، وببعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات بيتم تمرير البخور على الضيوف بالمجلس كدليل على حسن الضيافة. استعمالات البخور كتيرة وأهمها مرتبط بالدين، وممكن استعمال البخور كمان للتخلص من روائح البشعة، إبعاد الحشرات، تطهير الجو، التأمل والأروماثيرابي. مين قال إنه البخور عنده تأثير كبير على الأعصاب وعنده فعالية كبيرة بمحاربة الاكتئاب؟ أنا قال، شوفكم بكرة.